نتابع حلقتنا مع ضيفنا الثاني لليوم سام الخوري، كاتب ومخرج مسرحية بالعيادة. أهلا وسهلا فيك سام. بالعيادة؟ بالعيادة ما نقيت غير مطرح. شو قصة العيادة؟ إيه مشان هيك بعدها بنفس الأجواء. شو قصة العيادة؟ أنا بلشت معي القصة بأحداث عم بتدور بالعيادة، هي عيادة نفسية. يعني بلشت القصة أنه عن بسيكولوج وأشخاص عم بفوتوا لعندها. وقتها خلص النص وخلص الحوار والشخصيات كلهم صرت عارف شو هن. الاسم اللي طلع معي يعني لقيته انسب شيء انه بالعياده، يعني احداث المسرحيه بتصير بالعياده. صح. كل المسرحيه. صح. كل المسرحيه. اوكي، وارتكزت على الموضوع النفسي كان مثل. صح. ما قدرت افهم. صح. يلي هو في كذا يعني مشكلة. في يعني عم نحكي عن المجتمع، عم نحكي عن في الناس، في مرضى عم تفوت لعند لهالدكتوره، وكل مريض عنده حاله معينه. بالاخر في قلبه معينه بالمسرحيه مفاجئه للجمهور، يعني حيكون براسه شيء معين، قصه معينه، بالاخر تنقلب المقاييس، حيشوف انه لا في قصه ثانيه عم تصير. نعم. انتو 11 ممثل على خشبه المسرح سام، انت كمان من بينات الممثلين. خبرنا اكثر عن الاشخاص اللي عم بيمثلوا معك، هن كلهم خريجين مسرح. من بيني هلا جوال حجار، هي جوال اشطر وحده. جوال لانه اسمها جوال. هو كثير شطوره جوال. جوال كانت معي كنا سوا بالجامعه. وقلت لها انا من اول ما تعرفت عليها قلت لها انا حاب اعمل العمل من شي 3 سنين، وقالت لي خلص انا معك متى ما تعمل هالعمل احكيني. وهاللي صار حكيتها. وجوال يعني وجودها معي كان له سبب كتير كبير بنجاح المسرحيه، لان هي كانت ساعدنا سوا بالاخراج، كانت هي مستلمه اداره الممثل، هي خريجه الجامعه اللبنانيه فرن الشباك. واللي معي سابين ترس هي اخذ دور الدكتوره فرح. الدكتوره فرح هي الطبيبه المعالجه. صح. يحيى هي هلا هي اللي لابسه لينات. وهادي حاتم، كمان اخذ دور مريض من هالاشخاص. صح. اللي مش كثير احكي عن دور، خليه سربريز، رح مبين هادي. اوكي. هادي عنده في غنيه زغطوره بده يؤديها بصوته حلو هادي. وفي نغم شقير اللي مبينه كمان هلا، كمان هي جمعتوا بعض كلكم من المعهد سام، او في اشخاص من غير جامعات؟ لا، انا اللي صار انه اللي صار وقتها خلص النص، قلت هلا يعني بدنا نقي ممثلين. ما يعني اللي طلع ببالي قلت بحط انا مثل اعلان على الفيسبوك. حطيت اعلان على الفيسبوك ونقيت لوكيشن اعمل فيها كاستينج. هيك صار يجي اشخاص. من ضمن هالاشخاص انا اخترت اللي لقيتهم مناسبين. وفي اشخاص اصلا ديجا كنت بعرفهم، يعني ديجا كنت شايفهم قبل ومكون فكره عنهم. طيب اسام، بس في عرض واحد للعمل اللي هو نهار الجمعه 16 نهار الخميس نسان. خميس. الخميس هو اللي صار. عملنا عرض قبل نحن. بس عرض. اول عرض بتكون قتلنا هم انه يا عمي هل ترى حيجي ناس يحضروا؟ طب اذا اجوا حضروا حيحبوا؟ اللي صار انه ردة الفعل اللي صار انه اجا اشخاص، اجا بحدود ال 400 شخص، يعني فول المسرح، فول تقريبا المسرح، وكثير حبوا المسرحيه. وهن اغلبيه الناس اللي اجوا هن اللي قالوا لنا بدنا عرض ثاني، والممثلين بالاكيب معي قالوا لي بدنا عرض ثاني. قلت اكيد انا مش حقول لهم لا، ما انا قبل منهم بدي اعمل عرض ثاني. اللي صار جانا حجز بقى الخميس يعني. العرض الثاني 16 شهر على مسرح الحكمه الجديده. الحكمه الجديده. اي ساعه؟ الساعه 8. كل التوفيق لك سام الخوري، كاتب مرسي. ومخرج مسرحيه بالعياده. بس بتضل معنا لننتقل لعند زميلتنا رولا كساب حداد ضمن برنامج كلام بيروت. صباح الخير رولا لك ولضيفك. صباح الخير لكم. صباح الخير سعادة السفير دكتور إياد طبارة، أهلا وسهلا فيك معنا بكلام بيروت. الحلقة اليوم أكيد رح نبحث فيها تداعيات حرب اليمن، تداعياتها على الصعيد اللبناني بشكل خاص، وعلى صعيد علاقات لبنان بالدول الخليجية والدول الأجنبية بشكل عام. الاستحقاق الرئاسي الفراغ، متى يحين موعد انتخاب رئيس للجمهورية؟ وما فينا ما نتوقف كمان عند الذكرى 40 لاندلاع الحرب، ذكرى 13 نيسان. هيدي بإيجاز أبرز الملفات يلي رح نقشها مع سعادة السفير دكتور إياد طبارة. تفاصيل الحلقة رولا من بعد موجز أخبار الساعة 9 على شاشة المستقبل وعلى موقعنا الإلكتروني اللي عم بتشوفوه بأسفل الشاشة. نحن لهون بنكون وصلنا لختام الحلقة، وموعدنا بيتجدد بكرة الساعة 7:30. باي باي باي.